أوكي طلاب، محاضرتنا السابقة تكلمنا على كان آخر شيء نتكلم على الفيشر بروجكشن والهوارث بروجكشن، وآخر شيء تكلمنا أيضا عليه كان النيوتا روتيشن، وشلون أني لأنه مرق مالتي ممكن تصير ألفا أو ممكن تصير بيتا، وتكلمنا بالتفصيل كل الأمور، وعندكم التسجيل مالتها تقدرون أنتم تراجعوه وتشوفوه. اليوم راح ننتقل من المونوسكرايد الى الداي سكرايد، وان شاء الله نكمل على الاوليجو والبولي سكرايد. الداي سكرايد هو عباره عن تو مونوسكرايد راح ترتبط واحده مع الثانيه، فاصلا نسميها جلايكوسيديك بوند. جلايكوسيديك بوند طبعا الان هاي الاصله شلون حتتكون؟ راح تتكون من او اتش اوف انوميريك كربون، واحد من السكريات، مع اي او اتش ثاني موجود بالسكر الثاني اللي قد يكون انوميريك وقد يكون غير انوميريك، لانه احنا عندنا تدرون السكر قدي هوايه هيدروكسيل جروب هوايه او اتش بي، فممكن انه يتفاعل مع الانوميريك او يتفاعل مع غير الانوميريك، بس لابد انه تكون السكر الاول لابد انه يكون الاو اتش مالته هو من الانوماليك اللي احنا حددناه قبل شويه كان الفا او بيتا وهكذا. طبعا بهذا الرياكشن مالتي لوز شو راح نخسر؟ راح نخسر اتش 2 او، لانه هاي انفعلت منه او اتش، ومن هنا او اتش، منها السكر، منها السكر او اتش ثاني، راح نخسر اتش 2 او. فالاثر الجلايكوسيديه مالتي راح تكون ضمن بيها اكسجين وحده. الآن شلون نكتب الآسرة مالتنا الجلاكسيدية؟ هنكتبها على سبيل المثال ألفا واحد إلى أربعة. طبعا الألفا مين جاية؟ جاية من كونفجريشن أوف أنوماريك كربون، يعني هل أنوماريك مالتي اللي دي يصير بيه التفاعل هو من نوع ألفا أو بيتا؟ الـ OH إلى الأسفل قلنا ألفا، الـ OH إلى الأعلى هو بيتا. الآن هذا الرقم اللي أول واحد اللي هو رقم واحد هو نمبر اوف انوماريك كربون، يعني جد الانوماريك كربون مالتي كان جد رقمها، رقمها واحد لو رقمها اثنين، طبعا واحد اذا كانت الديهايديه واثنين اذا كان المركب مالتي كيتوني، لانه يعني مثل ما اتفقنا الكيتوني لازم اكو فوقه يكون سي اتش 2 او اتش قبله، فدائما التسلسل الانوماريك كربون مالتي يكون رقم اثنين، والحلقة اللي تطلع لي بالكيتونية دائما حلقة خماسية مو حلقة سداسية، يعني نقول حلقة الفيوران وليس حلقة البايران بالكيتونية. فإذا هذا رقم واحد قد يكون واحد قد يكون اثنين حسب الأنوماريك كربون ماتي موقعها وين بالجزيئة. وراها ايش عندي؟ عندي 2 4 إلى 4. الآن سهم إلى 4، الآن هاد دونيتس أذر كربون انفولد إن جلايكوسيديك بوند. الآن يعني أريد تبين هاي هنا أنه أني بهاي الآسنة مالتي ذرة الكربون، ذرة الهيدروكسيل الثانية اللي قلنا هي بالمركب السكري الثاني اللي صار بها التفاعل هو كان رقم الكربون مالتها رقم ايش قلت؟ رقم أربعة. الآن أنا عرفت أنه صار التفاعل ما بين واحد وأربعة، في بعض الأحيان يصير بين واحد وواحد، واحد واثنين، واحد وثلاثة، واحد وأربعة وهكذا، يعني مو شرط دائما، احنا الأمثلة الموجودة أكثرها هي واحد وأربعة، ممكن واحد وستة، بس نرجع نقول أكو احتمال كلها صير بيها شنو؟ صير بيها التفاعل ماتي. فأنا خلي ببالي إنه هذا الرقم هو متغير، حتى وإن كان الأمثلة اللي حنعطيها أكثرها هي واحد أربعة أو واحد ستة، بس من الممكن انه يصير واحد ويا واحد او واحد ويا اثنين وغيرها، وهاي حنشوفها احنا مستقبلا ان شاء الله بالامثله. الان انوماريك كربون gets fixed looked into either الفا or بيتا. الان احنا عندنا احتمالين، لو الالفا هو اللي يتفاعل، لو البيتا هو اللي يتفاعل. ماكو احتمال عندي مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه عندي ميوتر تحوى بالسائل بالسوليوشن حيكون عندي ميوتر روتيشن، وممكن يكون الفا مره مره يكون بيتا وهكذا، لكنه اني بدي تتفاعل هنا حتتفاعل وحده من عندهم، لانه التفاعل اللي عمود يصير احقق الدايسكرايد ماتي هو لو الفا دا يتفاعل عندي لو البيتا دا يتفاعل عندي.
يعني بمعنى كونفجريشن كانت بي شنو نيوتر روتيشن، ممكن انه يكون عندي بنفس التفاعل انا اطلع احصل على دايسكرايد نفس المحلول، مره يطلع لي الفا مره يطلع لي بيتا، لا راح يطلع لي دايسكرايد على فرض على سبيل المثال الفا كله، او دايسكرايد على سبيل المثال بيتا كله، وهكذا. الان اذا اني اجي اريد اشوف، اني جت عندي مونوسكرايد، عندي مونوسكرايد اعداد جدا كثيره، وبنفس الوقت المونوسكرايد مالتي بيها مواقع الاو اتش مختلفات، يعني عندي اثنين وعندي ثلاثه وعندي اربعه وهكذا. اذا انا جد اقدر احقق سكريات ثنائيه من ربط ذره الكربون النمريه الاولى ويا مره ويا الاولى الثاني، يعني السكر الاول ويا السكر الثاني اللي هو ذره الكربون الاولى، السكر الثاني ذره الكربون الثاني، والسكر ذره الكربون الثالثه والرابعه والسادسه وهكذا. وبعدين اجي اشوف انه انا ابدل السكر الاول وابدل السكر الثاني، وحصل عندي كل شويه اعداد من شنو؟ من الدايسكرايد. فاذا لازم احنا نعرف انه الدايسكرايد اعدادها جدا كثيره، لانه اكو احتماليات الارتباطات مالتي وانواع السكريات مالتي مختلفه، وبالتالي الاعداد حتكون شنو؟ من الدايسكرايد مختلفه. حناخذ مثال على سبيل المثال سكر المالتوز. سكر المالتوز عبارة عن جزيئتين من السكر اللي هو الجلوكوز، ترتبط الأولى مع الثانية. الآن مثل ما حكينا قبل شوية، قلنا التفاعل مالتي يصير بعملية سحب جزيئة ماء. الآن جزيئة الماء منين أخذناها؟ قبل شوي ايضا تكلمنا، قلنا انه حناخذ من ذره الكربون الانوميريه اللي هي هاي او اتش مالتها حتتفاعل ويا الاو اتش الثانيه اللي هي ذره الكربون، هنا تسلسلها واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع من عندي، يخرج من عندي ماء. الان هذا المي يطلع لي، ظل عندي شنو؟ ظل من عنده الاكسجين. هذا الاكسجين راح يسوي لي آسرة مع من؟ مع هذا الكربون، وتكون لي الآسرة الجلايكوسيدية. لو نلاحظ بهذا الرسم مالتي، راح الاحظ هنا يعني عندي السكر الاول هو من نوع الفا الاو اتش مالته للاسفل، والسكر الثاني اللي هو من نوع بيتا الاو اتش مالته وين؟ الى الاعلى. الان السكر مالتي من نوع الفا ممكن الثاني ايضا يكون الفا، ما عندي اشكال، بس الاسره مال مالتوز دائما هي شنو؟ هي من نوع الفا واحد واربعه. من اجي ارسم الجلوكوز واني ماتي السكر الاو اتش مالتي الانوماريه كانت من نوع الفا، الاسره مالتي لا تلاحظوها صارت وين؟ صارت الى الاسفل. صارت وين؟ الى الاسفل. ليش الى الاسفل؟ لانه اني الاو اتش مالتي كانت وين؟ كانت الفا الى الاسفل، ما اخليها عدله، لانه اكو احتمال ثاني الاو اتش قد يكون هو الى الاعلى هو بيتا. فعلى مود اني اميزها وانتم تميزوها، لازم انه شو يكون؟ تكون هاي الاسره مالتي رسمها يكون شنو؟ الى الاسفل. ولا ننسى الطلاب دائما شو ينسون؟ ينسون يحطون الاكسجين ضمن الاسره، ويجي يربط هذا الكربون مع هذا الكربون مباشره ويقول هي هاي الاسره الجلايكوسيديه. لا، الاسره الجلايكوسيديه لابد تكون الاكسجين ضمن الاسره، يعني كربون اكسجين كربون. الان من اجي اقول لك بالامتحان جبت لك رسم وقلت لك هذا سكر ثنائي او ثلاثي او رباعي او حسب السكريات اللي انا اجيبهم، وقلت لك اشر لي على الاسره الجلايكوسيديه، ايش راح تاشر لي على الاسره الجلايكوسيديه؟ ما تاشر لي تقول لي هيج، هذا خطا. هذا شنو؟ خطا. شنو لازم نسوي؟ لازم من تاشر لي تقول دخل لي الكربونات ضمن شنو؟ ضمن الاسره، وتقول لي الآسرة هو عبارة عن C1 من السكر الأول مع أكسجين مع
سي 4 طبعا، وهذا المركب احنا الان نتكلم سي 4 من السكر الثاني. اذا هاي هي شنية؟ هاي هي العصرة الجلوكوزيدية، واضح؟ الان قلنا لك الاحتمالات الاخرى، ممكن الان هذا الاو اتش، قبل شوي تكلمنا، ممكن هذا الاو اتش ممكن يتفاعل مره ويا هذا الاو اتش، وممكن يتفاعل ويا هذا الاو اتش، وممكن يتفاعل ويا هذا الاو اتش، وممكن يتفاعل ويا هذا الاو اتش مثل ما هذا المركب مالتنا، وممكن يتفاعل ويا من؟ يتفاعل ويا هذا الاو اتش. قبل شوي قلنا اختلاف اعداد الاو اتش الموجوده عندي الهيدروكسيل جروب بمركب السكر ينطيني احتماليات التفاعل، احتماليات كثيره، وكل تفاعل راح ينطيني سكر جديد مواصفاته جديده يختلف عن بقيه انواع السكريات الاخرى. زين، الان قبل شويه تكلمنا شلون راح ادي اصيغ السكر مالتي، شلون راح ادي اكتبه. حكتب السكر مالتي بالطريقة الآتية. على مود أكتب سكر ثنائي مالتي، راح أقول first sugar name، أول شيء أكتب على سبيل المثال أنها جلوكوز، أكتب دي جلوكوز اللي هو الـ OH type مالتي، لازم أخليها هل هو من نوع ألفا أو من نوع بيتا. أسأل على سبيل المثال هنا جلوكوز OH type، هل هو ألفا أو بيتا؟ هاي الثاني. كربون فيرست شوجر، من صارت التآصر؟ من رقم واحد الانوماريا ماتي، كربون نمبر سكند شوجر الى وين راح؟ الى رقم اربعه مثل ما هنا، من واحد الى اربعه. السكر الثاني سكند سكر نيم اللي هو شنو؟ اللي هو جلوكوز. الان الفا بيتا مال هذا مو شرط دائما اقولها، في بعض الاحيان اقولها احتاجها، وفي بعض الاحيان ما راح احتاجها. ليش ما احتاج؟ لانه انا الان هو ارتبط الان ويا هذا المركب، الان هذا الفا او بيتا ما راح يختلف لي، لانه هو في جميع الاحوال هذا الان مالتوز، لانه جلوكوز الاصل الفا واحد اربعه جلوكوز. لكنه اذا كان الارتباط اثنيناتها من الانوماريه هحتاج الى انه اوضح السكر الثاني هل هو من نوع الفا او بيتا، لازم اذكرها. وهذا طبعا هم راح يجي الان شويه لاق مثال اخر لواحد من السكريات وراح نحكي به ايضا بالتفصيل. This version of maltose also could be named more specifically. اليوم انا ممكن ان اسمي المركب مالتوز مالتي، هذا المركز ممكن انه اسميه تسمية نظامية. الآن مالتوز هو الكومن نيم، احنا نسميه التسمية الشائعة، بس من أقول لك سمي لي تسمية علمية أو تسمية نظامية، فلازم شو تسوي الآن؟ تجي تشرح لي شو نقول؟ نقول الآن ألفا باعتبار أنه مالتوز ماتي الـ OH الأنومرية إلى الأسفل فهي ألفا، دي المركب اللي أنا بديت بيه هو شنو؟ هو دي جلوكوز، جلوكو باعتبار انه السكر ماتي هو الجلوكوز. الان حلقه ماتي حلقه سداسيه هي ان هي بايرانو، بايرانوسايل، بايرانو اللي هي بايران. الان كنا قبل نقول بايرانوز ونوقف كسكر، الان ايش راح نقول؟ بايرانوسايل. هاي السايل تبين لي انه اني هذا السكر مو وحده، الان هذا السكر مرتبط بسكر ثاني اللي هي مين مرتبط؟ مرتبط من ذرة الكربون الانوماريه رقم واحد اللي هي بي الى ذرة الكربون رقم اربعة بالسكر الثاني، ونكتب الفا دي جلوكو بارانوس. واضح؟ ارجع الى مرة ثانية، الفا هذا السكر ماتي الفا، دي باعتبار هو دي جلوكوز، جلوكو بارانوسايل حلقه سداسيه اكسجين ضمنا بارانوز، فشي يصير بارانوسايل. سايل معناها انه اني عندي تكمله، بعد عندي اصره بينه وبين سكر جاي جديده، هي اصره جلايكسيديه
بين 1 إلى 4 ألفا السكر الثاني، أو إذا كان بيتا حنسميه بيتا، طبعا هنا هو كاتب ألفا بس هو هنا بالسكر بالرسم عندنا بيتا، ألفا دي جلوكو بارينوس. واضح؟ فمن أقول لك سمي لي تسمية نظامية، إذا ما تخلي لي هاي السائل هنا معناها عندك تسمية شبيهة، تسمية عندك خاطئة. زين، الآن شنو هي السكريات المهمة اللي احنا نحتاجها اللي لازم نعرفها؟ قلنا سكريات كلش عديدة وهواية، بس احنا السكريات اللي لازم نحفظها ونفتهمها وناخذها كأمثلة انه هي هاي السكريات اللي هي السيليبايوز والسكروز واللاكتوز والمالتوز. الآن نجي للجدول هذا الأسفل، خلينا نشوف سكر سكر ونفتهمه نشرحه على مود نعرف التفاعل مالتنا شلون يصير. احنا ناخذ سكر المالتوز اللي قبل شوية تكلمنا عليه. سكر المالتوز المونوسكرايد كومبوننت مالتي هو جلوكوز بجلوكوز. انتبهوا طلاب، هنا ايش قال؟ قال جلوكوز خال جي كابيتال لتر، والثاني جلوكوز جي بي سمول لتر. اريدكم تنتبهون لهالموضوع، يعني السكر الاول هو اللي هنا الجلوكوز، السكر الثاني هو الجلوكوز. ستقولي ماكو فرق، نعم ماكو فرق، بس من اجي بعدين باللاكتوز وبالسكروز حيصير عندي شنو؟ حيصير عندي الفرق. فانتبهوا دائما هنا يصير جلوكوز الاول والجلوكوز الثاني ما عندي مشكله، بس من اجي باللاكتوز وبالسكروز او بقيه السكريات فلازم شنو؟ لازم تنتبهون لان تحطون هذا المونوسكرايد هو الاول وذاك ممكن السكرايد هو يكون الثاني وهكذا. الان العاصره مالتنا الفا 1 4، الفا 1 4. راح اجي مالتوز اشوف هذا المالتوز مالتي مثل قبل شويه تكلمنا 1 2 3 4 5 وهاي السادس، هذه الانوماليه مالتي متصله ذره الكربون رقم 4 اللي هي تبدي منها الترقيم 1 2 3 4 عاصره جلوكسيديه الفا، فصار جلوكوز الفا 1 4 جلوكوز. اجي للسكر الثاني اللي هو السيلي بايوز، سيلي بايوز ايضا جلوكوز بجلوكوز، لكن العاصره مالتي بيتا 1 4. شلون صارت بيتا؟ هذا السكر مالتي السيلي بايوز. لو تلاحظون السكر الاول الاو اتش انوماليه مالته وين كانت؟ المفروض تكون الى الاعلى او اتش، والدليل باعه مالتي العاصره صاعده من فوق ونازله على الاو ومن جوا مرتبطه، لانه هذا الموقع شنو موقعها؟ هنا يكون الى الاعلى الاو اتش بيتا، والاو اتش بذره الكربون رقم 4 مع السكر الثاني الى الاسفل. فبالرسم سوى سواها على شكل كيرف، صعد لي فوق اوكسجين نزل من جوا وربط. واضحه؟ زين، اذا شلون راح اسمي هذا؟ راح اسميه جلوكوز بيتا 1 4 جلوكوز. جلوكوز بيتا باعتبار الاو اتش كانت الى الاعلى مال الانوماريه 1 4 شنو؟ جلوكوز الثاني. نجي الى السكر الثالث اللي هو اللاكتوز. سكر اللاكتوز الاول سكر المونوسكرايد مالتي هو شنو؟ هو الجالكتوز مو الجلوكوز، والثاني هو شنو؟ هو الجلوكوز. الان نوع العاصره بيتا 1 4، اجي اشوف اللاكتوز، وين اللاكتوز؟ هذا هو اللاكتوز. الان لا تتذكرون اللاكتوز او الجالكتوز، قلنا الجالكتوز يفرق عن الجلوكوز هو سي 4 ابيمر، يعني اذا اريد ارقم 1 2 3 4 سي 4 ابيمرز معناها الاو اتش مالته تكون الى اليسار مو الى اليمين، بمعنى من ارسم حلقي الاو اتش مالته حتكون وين؟ الى الاعلى، عكس الجلوكوز. الجلوكوز الاو اتش مالته اللي هو بصفه هذا الاو اتش مالته رقم 4 وين كانت؟ الى الاسفل. زين، هاي نقطة يعني مهمة بالرسم مالتي. اجي الان نوع العاصرة بيتا، فإذا هو تكون الـ OH لأنه مرية مالتي لازم يكون وين؟ إلى الأعلى 1 4، إلى نفس الطريقة السابقة نصعد من فوق وننزل نربطها من جوا، ولا ننسى نحط شنو؟ نحط الأكسجين. فإذا هذا جالكتوز بيتا 1 4 جلوكوز.
السكر الأخير اللي نوضحه هنا وحنوضحه أيضا بعدين شوية لا هو شنو السكروز. السكروز هو عبارة عن شنو؟ عن جلوكوز وفركتوز. جلوكوز وفركتوز، شنو فرق الجلوكوز عن الفركتوز؟ الجلوكوز الديهايدي، الفركتوز ايش بي؟ كيتوني. يعني الحلقة مال الجلوكوز سداسية بارينوز، والحلقة مال فركتوز خماسية اللي هي فيورانوز. نجي على موقع الارتباط، موقع الارتباط مالته كاتب الفا بيتا واحد اثنين. زين شنو المقصود بيها؟ معناها مثل ما انه ذكر لي اياها اثنينات الانوماريه الالفا والبيتا. يعني الالفا من السكر الاول انوماريه، والثاني واحد بيتا من السكر الثاني الانوماريه. وبما انه ذكرها من ضمن الآصرة، إذا الارتباط هو بين من؟ بين الأنومارية مال السكر الأول مع الأنومارية مال السكر الثاني. بين الأنومارية مال السكر الأول مع الأنومارية مال السكر الثاني. من أجي هسه هنا أنا أريد أشوف هذا عندي السكر الجلوكوز، الأنومارية مالته هذا رقم واحد، وهذا سكر الفركتوز. الآن الأنومارية واحد، الـ OH مالته للأسفل، الفركتوز الانوماريه مالته رقم اثنين، والاو اتش مالته بيتا الى الاعلى. فالربط من صار بين واحد واثنين، فصارت شنو نوع السكر مات نوع الاسره مالتي؟ الفا بيتا واحد اثنين جلايكوسيديك بوند. واضح طلاب؟ عندكم سؤال هنا؟ دكتور، نعم بس ياهو نعتبره يعني السكر الأول، ياهو نعتبره السكر الثاني إذا كانت مختلفات السكر، يعني بياهم من قصدي جسر السكروز. مثلا اللاكتوز. يعني اللاكتوز الجالكتوز دائما اول قبل الجلوكوز، يعني هو عباره عن جالكتوز مرتبط ببيتا واحد اربعه مع الجلوكوز. اذا خليتي لي جلوكوز بيتا واحد اربعه مع الجالكتوز يعتبر غير سكر. ليه هو هذا قصدي، يعني فدائما ياهو نعتبره الان اللي مكتوبه اللي كابيتال لتر هو شنو؟ هو جالكتوز. الاول، والسمول لتر هو الثاني. يعني نحفظه انه هاي تحفظوها، هاي الأربعة تحفظوها على الغيب، جلوكوز جلوكوز ألفا واحد أربعة للمالتوز، جلوكوز جلوكوز بيتا واحد أربعة للسيليبايوس، لاكتوز جالكتوز بجلوكوز بيتا واحد أربعة، والسكروز جلوكوز وفركتوز ألفا بيتا واحد اثنين. هاي تحفظوها لأنه ممكن تجيكم وأسألكم عليها وأقول لك هذا شنو السكر على تمام. سبيل المثال، وممكن شو اسوي اجيب لكم اياه تحولوا لي اياه، وبعدين تقولوا لي من ربطتوا السكر هذا الجلوكوز والفركتوز الفا بيتا واحد اثنين هذا شنو السكر اللي صار الثنائي؟ شو تسموه؟ الكومن نيم شو اسمه، والسيستميك نيم شو اسمه مثلا، وهكذا انا بدي اسالكم عليهم. فاذا انتم لازم تحافظين هالاربع سكريات، وممكن اجيب لكم سكر ما موجود هنا، يعني اجيب لكم سكر جالكتوز بفركتوز اني رابط لكم اياه، ما اسالكم بعد شنو اسمه، او انا اقول لكم هذا اسمه هو كذا، بس اجي اسالكم هذا الربطه، ربطه مين؟ ربط الاول ويا الثاني، ربط الاول ويا الرابع، النوع الاصله الفا لو بيتا، وهكذا ابدي انا اسالكم هل تعتبروا ريديوسنج نون ريديوسنج وغيرها من الاسئله الاخرى. واضح يعني؟ تمام دكتور، شكرا. زين الان بس نتكلم بموضوع اخر هنا. إذا تتذكرون أخذتوا أكيد بالعملي، أخذتوا موضوع الـ reducing sugars. أريد أسمع منكم جاوبوني، أخذتوا reducing sugars لما أخذتوا؟ أي دكتور أخذتوا، وقد قال إيش قالوا لكم؟ جميع المونوسكرايدز أو all monosaccharides are شنو؟ reducing sugars، صح؟ صح لو لا؟ إي صح دكتور، صح. وقال نفس الوقت الدايسكرايد all disaccharides are reducing sugars، صح لو لا؟ عدا السكروز. أحسنتم، عدا السكروز. طبعا هو مو بس سكروز، ممكن كثير من السكريات أيضا تكون شنو non reducing sugars، بس إحنا المستعمل والدارجة عندنا نحكي على السكروز. وقال جميع البوليسكرايدز هي non reducing sugars، صح لو لا؟ صحيح أي دكتور. قالوا لكم ليش هاي reducing sugars هاي non reducing sugars؟ اي ليش؟
يلا ليش الآن على سبيل المثال المالتوز اعتبروه reducing sugars بينما السكروز اللي فوقه non reducing sugars. سبب المجموعة الفعالة تكون بشكل حلقة عندها أريه مرتبطة. لا مو هذا الجواب، انتبهوا علي راح اتكلم اني وكونوا يعني منتبهين للموضوع. الان احنا من تجي الصفه الاختزاليه القابليه الاختزاليه للسكر؟ تجي القابليه الاختزاليه من وجود ذره الكربونيل الالديهايدي او الكيتونيه. اذا كانت هاي الذره حره ما مرتبطه باصره فتكون لها قابليه، لانه شو يصير؟ تسوي عمليات اكسده واختزال. فجميع السكريات الاحاديه بيها لو الديهايد لو كيتون، اذا جميع السكريات الاحاديه ايش بيها؟ ريديوسينج شوجرز. نجي للثنائيه على سبيل المثال هسه السيلي بايوز هذا اللي قدامنا. السيلي بايوز انا عندي جزيئتين من السكر الاحاديه مربوطه باسره جلايكوسيديه، واحده منهم بالانوماريك كربون. الان هاي من ارتبطت بالانوماريك كربون كانت سي دبل بوند او بس تحولت الى او اتش، يعني تحولت الى ذاك الاسبوع تكلمنا تحولت الى كارل سنتر. اذا هذا الانوماريك كربون فقد الصفه الاختزاليه مالته، لكن السكر الثاني لا يزال الانوماريك كربون مالته شبيهه فري. اذا لديه صفه اختزال موجوده وين؟ بالسكر الثنائي لا تزال موجوده لكن بشكل اقل شويه من السكر الاحادي. من نجي للسكروز نلقى انه الاسره الجلايكوسيديه كانت بمجموعه الكربونيل او الانوماريه الاولى للجلوكوز مع مجموعه الكربونيل او الانوماريه الثانيه لمن؟ للفركتوز. يعني الان هذا السكر الاول فقد المجموعه الانوماريه مالته بعد ما عنده مجموعه انوماريه صارت بالاسره دخلت، والسكر الثاني ايضا ما عنده كربون انوماريك كربون وين دخلت؟ دخلت ضمن الاسره، فما عنده الان كربونيل فري على مود شو يصير؟ على مود يصير ريدوسينج شوجر، وبالتالي اصبح السكروز شنو؟ نون ريدوسينج شوجرز. وهذا الموضوع انا نعيده، انا ممكن اجيب لكم سكرين جلوكوز زائدا مثلا جالكتوز على سبيل المثال، ثاني اجيب جلوكوز وجالكتوز واربطهم اثنيناتهم من جهه الانوماريه، اثنيناتهم اربطتهم مين؟ من الجهه الانوماريه مال الجلوكوز ومال الجالكتوز وسويت جلايكوسيديك بوند. الان من اجي اسالكم اقول لكم هذا السكر الثنائي الناتج الجديد هل هو سكر ريديوسينج شوجر لو نون ريديوسينج شوجر؟ اذا اثنيناتها مرتبطه من الانوماريه اذا نون ريديوسينج شوجر. إذا عندي واحدة من الأنوماريات فري إذا هو شنو؟ إذا هو لا يزال يمتلك قابلية الاختزالية. واضح طلاب؟ نجي على البولي سكرايد. البولي سكرايد هو يشبه الموضوع هذا. البولي سكرايد عبارة عن مئات من السكريات الأحادية مرتبطة واحدة مع الثانية بأواصر جلايكوسيدية، طبعا من مرتبطة الاول بالانوماريه ويا مثلا الرابع، والثاني الانوماريه مالته ويا الرابع الاخ، والانوماريه ويا الرابع، وهكذا وهكذا وهكذا. فمن اجي انا اشوف البولي سكرايد مالتي راح القى انه بس اكو عندي نهايه واحده فقط هو اللي بيها كربونيل جروب، والميت سكر المرتبط بيه او المئات السكريات المرتبطه بيه كلها الانوماريه جروب بيها ما تشبيها داخله ضمن الاسره الجلايكوسيديه بالارتباط، وعليه مجموعة كربونيل وحدة بهاي الجزيئة ككل كبيرة ما راح تشكل لي قوة اختزالية عالية، بمعنى راح يكون البولي سكرايد نون ريديوسينج شوجرز. راح يكون البولي سكرايد نون ريديوسينج شوجرز. زين الآن شنو الفائدة من ندرس احنا السكريات الثنائية؟ السكريات الثنائية سيلي بايوز is the repeating unit in long polymers of cellulose. سامعين كلكم بالسيلوز اللي هو the major structural component of the plant, especially wood and plant fibers.
تعرفون شنو سيلوز وتعرفون تفاصيل، انتم احسن من عندي. الان من اجي اعيد الجمله مالتي، سيلي بايوز is the repeating unit in long polymers of cellulose. يعني cellulose هو شنو؟ هو البوليسكرايد. من ايش متكون السيلولوز؟ متكون من تكرارات كثيره بالمئات من شنو؟ من السيلي بايوز. الان انا اذا اعرف السيلي بايوز هو عباره عن شنو؟ عن بيتا واحد اربعه من الجلوكوز. بيتا واحد أربعة من شنو؟ من الجلوكوز. إذا أنا الآن عرفت شنو تركيب شنو البوليسكرايد مالتي، وعرفت نوع الآسر اللي دا تربط بين واحدة والثانية. يعني الآن first glucose is a beta link to a fourth carbon of another glucose. من أجي أشوف، من يقول لي الآن السيليلوز not branched، يعني ما بي تفرعات، يعني ما كل يوم احتمالية أنه يجي جلوكوز ثاني ويرتبط منه أو يرتبط منه أو يرتبط بهذا الـ OH أو بهذا الـ OH وغيره من من المركبات. حقول no branched، يعني هو سلسلة شبيهة سلسلة واحدة. an average half 10,000 إلى 15,000 جلوكوز مونيكيولز. تخيل أنه مش قد عندي، يعني 10 إلى 15,000 10,000 إلى 15,000 جلوكوز مولكيولز. الآن very long stride chain، قلنا ما بي branched، بي شنو؟ بي فقط backbone واحد. الآن that come bundle of a parallel chain of fibrils. يعني شنو حيكون؟ حيكون على شكل شنو؟ حتكون على شكل متوازية واحدة فوق الأخرى. Beta points up, so draw the bond as curve or a wavy line up from C1 and down from C4. وهذا احنا تكلمنا عليه، لو تلاحظون هنا باللون الاحمر عبارة عن beta O، ويتحول الى شنو؟ الى من اسفل، لانه الـ OH مال جلوكوز الثاني هي وين موجودة؟ الى الاسفل. Forms a planar crystalline structure through lots of inter and intramolecular hydrogen bonding. الآن أكو هنا حتكون أواصر بيناتي hydrogen bonding بين واحدة والثانية، تربطها على مود يكون شنو؟ يكون قوي، قوة linked with oxygen. الربط مالتي هو شنية؟ دلنسى يكون ربط بالأكسجين. الآن عمود أرسم 10,000 15,000 جلوكوز بورقة، جد يراد لي وقت وجد يراد لي كمية من الورق على مود أنه أقدر أربط واحدة بالثانية. فشي يسوون عادة؟ يرسمون السيلي بايوز. هسه هذا هو شنو؟ هذا السيلي بايوز، هذا المركب هو السيلي بايوز اللي هو عبارة عن جلوكوز بيتا واحد أربعة جلوكوز. الآن هاي الأواصر يمدوها منها ومنها، وش يسوون؟ يربطوها بN من المرات. أنا عفوا، أنا من أفتهم N من المرات، من أفتهم N من المرات، إيش لح أقول؟ لح أقول إنه إذا هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوليمر. عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوليمر. فلحعرف انه هذا الان، اذا الان هذا الان اقول عليه مثلا 5000، الان اخليه رقمه هنا بصف، الان اخليه هنا 5000 مكان الان، فاعرف انه هذا المقصود ببوليمر طوله 10,000 جلوكوز، لانه باعتبار اثنين عندي هنا بالجلوكوز ومتكرره 5000. اذا طول الجلوكوز، طول التشين مالتي كم جلوكوز بيها؟ راح القى 10,000 وهكذا من الرقم مالتي. فهي الطريقه اللي نرسم بيها احنا شنو؟ نرسم بيها البوليسكرايد، لأنه ما أقدر أرسم بوليسكرايد بهالأعداد الكثيرة. زين، الآن إحنا نستفاد من السيليلوز أو من السيليبايوز؟ لا. ليش؟ human do not have the capacity to digest سيليبايوز or سيليلوز. ليش؟ ما نقدر، لأنه إحنا نفتقر الإنزيم اللي هو اسمه سيليوليز. هذا الانزيم سيلوليز ذات كان بريك بيتا واحد أربعة لينكج بتوين جلوكوز مونومر. يعني يجي السؤال ليش ما نقدر
نهضم السليلوز. ايش راح تجابون؟ تجيبون جابون يقولون احنا ما عندنا القابليه على هضم السليلوز اور سيليبايوز، لانه لا يوجد الانزيم اللي هو اسمه سيليوليز اللي هو قادر على كسر الآصرة بيتا واحد أربعة ويحول لي إلى جلوكوز مونوسكرايد على مود الجسم يقدر يأخذه ويتفاعل وياه ويحوله إلى طاقة. طبعا لاحظتوا هنا سيليوليز المقطع ماتي ASE معناها إنزيم، إذا المقطع ماتي OSE سيليلوز أصبح سكر. بس كل مقطع اشوفه اي اس اي نهايته اقول عليه هذا شنو؟ هذا الانزيم. ومن اسمه هذا الانزيم هو مسؤول عن شنو؟ عن تحلل السليلوز. اذا كان عندي لاكتيز مسؤول عن تحلل اللاكتوز، مالتيز مسؤول عن تحلل المالتوز، سكريز مسؤول عن تحلل السكروز وهكذا. الان ريمينت انيمالز مثل ايش؟ مثل الكاتل، مثل الزرافات، مثل الجمل، مثل الغزالة، مثل الأبقار، كان دايجست يقدرون شو يسوون؟ يقدرون يهضمون السيليلوز. بكتيريا الموجودة بالجهاز الهضمي مالتهم ممكن انه تنتج او تفرز لي انزيم شو اسمه؟ اسمه سيليوليز، قبل شوي تكلمنا عليه. هذا قادر على انه شو يسوي؟ كسر لي البيتا واحد أربعة للسيليلوز ويتحوله إلى جلوكوز وتستفاد من عند الإنتاج الطاقة من الخلية مالتنا. طبعاً أنا مثل ما نجي نقول السؤال أيضاً يمكن نكرر، ليش الزرافة أو الغزالة تستطيع أنه تهضم السيليلوز أو عيشتها أو تأكل دائماً السيليلوز موجود بالأشجار بالنباتات وغيرها؟ فإيش راح نكون الجواب؟ بسبب هذا الإنزيم المفروز من قبل البكتيريا. زين نجي بعد another structure polysaccharide، وحنتكلم عن polysaccharide ثاني اللي هو متكون من شنو؟ متكون من ايضا بالفا بيتا واحد اربعة. لو تلاحظون الفا بيتا واحد اربعة من الجلوكوز، جلوكوز الفا بيتا واحد اربعة جلوكوز. لكن شنو الفرق مالتي؟ بدل الـ OH الموجودة بذرة الكربون رقم 2 عندي مجموعة منو؟ الأسيتو أمين اللي هو CH3CONH. فصار المركب هذا مالتي الجلوكوز كله سميته N-acetyl glucose أمين، N-acetyl glucose أمين. الآن هذا وين موجود؟ هذا البوليسكرايد اللي هو نسميه كايتين، موجود exoskeleton of insect cells wall of many fungi وغيرها. إذا سامعين كلكم من تشوفون سامعين، إذا شايفين مثلا الخنفسانة أو الحشرة، بعض الحشرات إحنا الآن من نمشي نريد نقتلها فنسمع من ويل ما أقتلها دوسها برجلي أسمع الطقطق الجناحات مالتها أو فتشي منها وقوي وكأنه انكسر. الآن من إجتي هذا القوة مالتها او هذا الصوت مالته؟ جت لانه بدشني حمالتها ايش عندي موجود؟ عندي الكايتين. هذا الكايتين هو عباره عن بولي سكرايد من ان اسيتايل جلوكوز امين، جلوكوز امين كانه وذ ان اسيتايل جروب لينكد تو ذا امينو جروب ات سي 2 اللي هو هذا قلنا عليه باللون الاخضر. الان modification allows for increased hydrogen bonding between adjacent polymers giving the chitin polymer matrix increased strength. الان هذا الاكسجين وهنا عندي او تكون عندي هنا زوج الكتروني من ال على النيتروجين ممكن يسوي لي اباصر هيدروجينيه بينات السكر كل هذا اللي هو بوليمر قلنا، حتى قوة وصلابة أكثر، وبالتالي هذا الصوت اللي نسمعه أو هاي الطقة اللي نسمعها هي ناتجة من هذا المركب ماتي. الآن هذا هو الكايتين نفسه نقول بعد ننسى إنه بيتا واحد أربعة لينك لينكج وهو N من المرات.
الآن هذا نحفظه، نقدر نحفظه. نعم أنا إذا حفظت السيلي بايوز وعرفت بس هاي المجموعة هو أبدلها من السيلي بايوز مكان الـ OH، أحط NH CO CH3، راح أقدر أرسم شنو؟ راح أقدر أرسم الكايتين. السكر الثنائي الثالث هو شنو؟ هو سكر، سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز قبل شوية تكلمنا عليه، طبعا هو سكر اللاكتوز هو موجود بالحليب، عبارة عن سكر أحادي الجاليكتوز مرتبط بأصلة بيتا واحد أربعة لينكج ويا من ويا الجلوكوز. وقبل شوية تكلمنا قلنا إذا حطيت لي جلوكوز وربطته ويا الجاليكتوز ما راح يطلع لي ترى لاكتوز، حيطلع سكر آخر. فلازم الجاليكتوز يكون هو اللي بالبداية والجلوكوز يكون هو وين؟ ثاني واحد. الآن جاليكتوز is converted، يعني احنا الآن وإذا جينا وكسرنا السكر الثنائي حيطلع لي جاليكتوز ويطلع لي جلوكوز. يعني من اشرب الحليب يجيني انزيم اسمه اللاكتيز حيكسر لي الاسترايجلايكوسيدي هنا بالنص، ارجع ليها الى جاليكتوز والى جلوكوز. الجلوكوز اوتوماتيكيا ياخذ الجسم يقدر يحرر من عنده الطاقه ويستثمره فعاليات الاخرى، بس الجاليكتوز شو يسوي؟ ما راح يقدر، راح لازم شو يسوي؟ يحول ليها الى converted by the body to a glucose، وبالتالي شو نسوي؟ نحصل على الطاقه مالتنا. الان بصوره عامه ممكن بسهوله احنا نقدر نهضم الحليب. الان هذا مثال على اللاكتوز، طبعا انتم تلاحظون هنا ممكن ارسمه اني بشكل افقي، ممكن ارسمه بشكل عمودي، انتم مخيرين بالموضوع. راح نلاحظ هنا جاليكتوز بجلوكوز، هذا المالتوز جلوكوز بجلوكوز، الآسرة مالتي هتكون هنا شنو؟ بيتا واحد أربعة، لأنه هاي هي البيتا مال السكر الأول مال جاليكتوز، وهاي الأكسجين الثانية اللي موجودة بالجلوكوز كان موقع على الأسفل فصار الرسم هكذا. ونح نبدي نسميه بيتا دي جالكتو بارينوسايل واحد أربعة دي جلوكوز. نجي على الثاني الماتوز ألفا واحد أربعة جلوكسيديك بوند، اثنيناتها جلوكوز. لو تلاحظون اثنيناتها من الأسفل رابطيها، التسمية مالته هيكون ألفا دي جلوكو بارينوسايل، لا ننسى هاي الكلمة، هذا ال SYL واحد أربعة دي جلوكوز. طبعا هاي الألفا أو هاي البيتا نقدر مرات شو نسوي؟ نخليها هنا، يعني ماكو إشكال تحط ليها هنا وتحط ليها هنا، ماكو إشكال. ممكن هاي الألفا أجي وأنا أحطها هنا إلى الأمام، فصير دي جلوكو بارينوسايل ألفا واحد أربعة دي جلوكوز، ماكو إشكال، أنتم مخيرين بالموضوع. زين، الآن قلنا قبل شوية الإنزيم اللاكتيز اللي موجود بالسمول أنتستاين اللي هو مسؤول عن تحلل اللاكتوز إلى جاليكتوز وجلوكوز. هواية 5% من الإسكندنافيين 90% من الآسيان يفقدون هذا الإنزيم، عندهم ديفيشنسي بهذا الإنزيم، وبالتالي ما يقدرون ايش يسوون؟ ايش يستعملون سكر اللاكتوز بالاكل مالتهم. اذا كان اكو اضافات كسكر لاكتوز او الحليب يجون يشربوه ما ممكن يصير عندهم هضم. شايفين قسم من عندنا هنا، حتى من اهلنا وابهاتنا امهاتنا اجدادنا، انه من يشرب الحليب ما يقدر يسوي له مثل الحموضه او عدم ما يصير عنده هضم، ورا شويه يتقيع. وهذا الموضوع مشكلة. احنا بالنسبة لنا قسم هو اساسا خلق، يعني انه بالجينات مالته انه هو عنده نقص بهذا الانزيم، وفي بعض الاحيان احنا نسوي هذا النقص مال الانزيم. شلون نسوي؟ انه انا من انا صغير ما اشرب حليب، ما اشرب حليب، ما اشرب، ما اخذ لاكتوز، ما اخذ لاكتوز، ما اخذ لاكتوز، ما يعني كل الاجبان كل الالبان ما استعملها، بالتالي من اكبر الجسم بعد غير قابل او شيء يقول يعني ينطي عاز بانه ماكو حاجة لأن أنتج إنزيم اسمه لاكتيز.
فمن اجي عن شبير اريد اشرب حليب، اريد اكل البان، ايش راح يصير عندي؟ حيصير عندي مشكله بالهضم مالتي، حيصير عندي عمليه تقيؤ، وبالتالي حخسر الفوائد الموجوده بالالبان. المفروض احنا شو نسوي؟ احنا من احنا صغار اولادنا اخواننا الصغار نجبرهم على الحليب، ليش؟ على مود ما يكون عندهم خمول بهذا الانزيم، وبالتالي الجسم بعد يكون ما ينتجه، بالعكس انه يكون دائما هو منتج اليه، ومن يكبر يبقى هو عنده طبيعي اي نوع من انواع الالبان يقدر ياخذه. For those with a deficiency, lactose accumulates in a small intestine, degraded by intestinal bacteria, producing CO2, hydrogen gas, and organic acids. Presence of excess undigested lactose is harmful as well. وبالتالي راح تسوي لي الأعراض اللي قد تسوي لي إسهال، تسوي لي مثلاً تقيؤ وغيرها من سوء الهضم. هاي كلها مشكلة. شو نسوي؟ علاج، أكو لها 3 أنواع من العلاجات أو نوعين، نقدر بوحدة من عندهم إنه أنا لازم أمتنع طول العمر من استخدام أي سكريات بها لاكتوز. مثلاً أشوف بعض المواد اللي نشتريها بالسوق، نشوف إذا بها لاكتوز أو ما بها لاكتوز، يعني لازم أتجنب اللي بها لاكتوز. الحليب والمنتجات ما أستعمله، أو أستعمل use a commercial product to hydrolyze lactose before conception. لازم استعمل بعض المركبات اللي هي تستطيع ان تحلل لي اللاكتوز، او نضيف انزيم اللي اسمه بيتا جلايكوسيديز، انزيم خاصه. هاي ايش حتسوي؟ راح تسوي تكسر. فلازم كل ما نشرب هالنوع من الألبان أو كل ما ناكل هالنوع من الأكل لازم أنا أخذ وياه من هذا الإنزيم، على مود شي يصير عندي، على مود يصير عندي عملية الهضم. السكر الآخر هو جلوكوز، السكروز العفو، السكروز هو عبارة عن جلوكوز، قبل شوية تكلمنا ألفا بيتا 1-2 linkage with فركتوز، 50% جلوكوز 50% فركتوز، needs both designations both enumeric carbons are involved in the linkage. قبل شوية تكلمنا انه اثنينات هي شبيهة داخلة ضمن العصرة الجلايكسيدية، الانوماريك كربون اثنينات ضمن العصرة الجلايكسيدية، وبالتالي صارت عندي فقدنا الصفة الاختزالية الموجودة بمن بهذا السكر. هذا ايضا هو السكروز، جلوكوز وفركتوز. هذا التقييم مالته، انسى التقييم مالته، هو بالثاني هنا بالفركتوز. هاي العصره مالتي، بعض العصره خليت دخلت الكربون الموجود هنا دخلته ضمن العصره، واللي ما يدخل ليها ضمن العصره يعتبر غلط. اذا يقول لي بس حتى لو يشر لي بس الاو هنا، اقول له غلط. هاي الان الفا دي جلوكو بارانوسايل 1-2 بيتا دي فركتو فيورانوسايد، هذا هو التسمية. لو تلاحظون هنا بارانوسايل بايران فيورانوسايد اللي هو عبارة عن شنو؟ عن فيوران. هذا أيضا نفسه ممكن نرسمه أفقي، ممكن نرسمه عمودي، أنتم كيفكم مخيرين في موضوع الرسم مالته. من مواصفات هذا الموضوع انه الانوماريك كربون سي 1 اون جلوكوز از لينك تو اذر انوماريك كربون سي 2 اوف اون فركتوز، بوث انوماريك كربون ار انفولد ان جلايكوسيديك بوندز، وهذا قلنا سبب التعليل مالتنا. ذير فور سكروز نوت ار ريدوسينج شوجرز، سكروز جلوكوز اند فركتوز ماست كومن ناتشرال سويتنر، يعتبرون الان الاكثر السكريات الشائعة اللي تنطينا حلا بالأكل مالتي هو السكروز أو الجلوكوز أو الفركتوز. طبعا السكروز هو هذا نفس السكر المائدة اللي احنا نستعمله بالإضافات مالتنا. الآن كورن سروب اللي هو جلوكوز هيفي سروب ميد فروم ا كورن ستارتش، متكون من نشا الذرة، كونتينز نو فركتوز، ما يحتوي على فركتوز.
الآن هاي فركتوز كورن سورب، جلوكوز إن كورن سورب is converted to a fructose enzymatically. الآن شلون يسوون هاي فركتوز كورن سورب؟ يضيفون إنزيم عمود يحولون الجلوكوز إلى شنو؟ إلى فركتوز. Mixed with a corn sorb glucose to produce HFCC containing 55% fructose and 42% glucose. Longer sugar molecules called higher saccharide make up the remaining 3% of the sweetener. الآن الموضوع احنا ما نحتاج هذه ندخل تفاصيله. احنا نتكلم ايضا تكلمنا قبل شوي على reducing versus non-reducing. الآن سكر الرايبوز، طيب مو دائما سكريات سداسية، نتكلم سكر الرايبوز سكر أحادي عندي إنه مركب كربون واحدة فري، إذن هو reducing sugar. لاكتوز اللي هو عبارة بوحدة فري وواحدة لوخ باوندد إنه مركب كربون، لا يزال reducing sugar. نجي على السكروز رح ألقى باثنيناتها باوندد إنه مركب كربون، إذن السكروز صار بي non-reducing sugars. Human can synthesize all the different sugars we needed for glucose. يعني كل السكريات اللي نحتاجها ممكن نصلعها من الجلوكوز. We don't have to make a particular kind. Also, our bodies can make glucose in many, many different ways. So there is no explicit dietary need for sugars as long as we get enough calories. Sugars are so important that the body won't leave anything to chance. Remember, for amino acids, there are essential and non-essential amino acids. وهذا احنا ناخذها بالاحماض الامينيه دكتوره صبا ان شاء الله تشرح لكم اياها. بس الشيء المهم اللي لازم نعرفه عندنا انه من اريد احكي عن داي سكرايد بالنسبه لكم، أول شيء لازم تعرفون الـ 2 monosaccharides لأنه مارك ماتي اللي حتسوي للآسرة الجلايكوسيدية شنو نوعها مواقعها. والشيء الآخر المهم أيضا هو شنو هو الـ reducing sugar، هل هو reducing or not reducing sugar، وأكو لو ماكو حسب الشيء اللي احنا نقوله. ننتقل الآن خلصنا الدايسكرايد، راح ننتقل للبوليسكرايد الجزء الأخير من الكربوهيدرات. الآن البوليسكرايد 2 main function إلها energy storage and structure. شغلتي نسوي الستورج بوليسكرايد. الآن مثل الستورج بوليسكرايد مثل الستارش found in a chloroplast of plant cell especially abundant in potatoes, corn and wheat. Mixture of two types of glucose polymers. الآن الستارش عندنا من عنده نوعين واثنيناتها هي عبارة عن glucose polymers. الأول اللي حصيح له أميلوز والثاني بعد شوي نشوفه اسمه أميلوبكتين. الآن شنو مواصفات كل واحد وشنو فرق الواحد عن الثاني؟ الأميلوز هو linear unbranched الأواصر مالته ألفا واحد أربعة دي جلوكوز مولكيولز، بمعنى دايسكرايد مالتي ريبيتينج كلها هي عبارة عن شنو؟ عن مالتوز. شلون نيجي ساعة أرسلنا سيلي بايوز وقلنا هو الريبيتينج مال سيليلوز، هنا الريبيتينج مال أميلوز هو من هو؟ هو المالتوز. Each amylase has two end أو each amylase هنا طبعا مو amylase amylose هنا amylose لازم. Each amylose has two end. Non-reducing end or reducing end. الآن non-reducing glucose molecules with the free OH on C4. Non-reducing end with glucose molecules with free OH on C1 anomeric carbon. Form a coil. طبعا حيكون لي على شكل coiled حلزون relatively compact helical structure. حيتكون لي ما راح يكون شكل سترايد، حيشكل على شكل شنو؟ حلزون. كل ستة جلوكوز كمل لي دوره. كل ستة يعني اذا انا عندي الان
36 جلوكوز على سبيل المثال، اقول لكم هذا اذا هو هذا اميلوز 36 جلوكوز، فكم فر راح يصير عندي هذا الكويل؟ حتقولوا لي 36 على 6، لانه كل 6 جلوكوز تسوي لي دوره، حتكون عندي شنو؟ 6 دورات من عندي. الاميلوز هذا قدامكم مثل ما تشوفون، قلنا هو ريبيتنج منه هذا، اذا نشوف هذا هو عباره عن منو هذا؟ هو المالتوز، هذا الريبيتنج مالتي ان من عنده بي نهايتين، اذا كان هذا ممتد الى النهايات، واحده منهم سي 4 اللي هو الاو اتش نان ريدوسينج اند، والاخ اللي هي الانوماليه اللي بيها الاو اتش اللي هي شنها تكون ريدوسينج اند. لا ننسى من نريد نكتبه، نكتبه بهاي الطريقه الرسم مالتي، اذا اريد ارسمه ارسمه بهاي الطريقه مالتي. تكلمنا عليها بالتفصيل. الان structure of the main backbone of the amylose, the amylopectin and the glycogen, one turn of the helix have six glucose unit. الان لو تلاحظون هاي 1 2 3 4 5 6 كملت لي دائره كانه حلقه كامله، ورا تبدي 1 2 3 4 5 6 وهكذا تستمرون عليها، فكل 6 يونت تسوي لي شنو؟ حلقه، وبالاخير يكون لي على شكل كويل. النوع الثاني قلنا هو مثل الامايلوز، هو ايش عندنا؟ هو الامايلوبكتين المين باك بون از اميلوز، اذا هو اساسا مثل الاميلوز، هذا هو الاميلوز لينير وذ دي جلوكوز مولكيولز الفا 1 4 لينكج اولسو هاز شنو؟ الفرق عنه انه هو بي برانش، بي شنو؟ بي تفرعات. اذا هذا اميلوز وهذا شنو؟ هاي تفرعات مالته. Connect to the backbone and to each other. الان هاي التفرعات تتصل بايش؟ بالالفا 1 6. الفا 1 6. الان كل نعم تفضل. تفضل يا زين. الان كلش قد يجيني تفرع، التفرع يجيني بين 25 الى 30 جلوكوز، يلا يجيني يعني بين تفرع وتفرع ثاني لازم اكو مسافه بحدود 25 الى 30 جلوكوز، 25 الى 30 جلوكوز، يلا يجي التفرع الا 25 الى 30 جلوكوز وهكذا. الان من اجي اشوف وايش القى؟ القى بي انه فقط ب اند وحده اللي هي ريديوسنج اند، وبس بي شنو؟ بهوايه نهايات نان ريديوسينج اند، بس وحده من عندهم فقط شنو هي؟ ريديوسينج اند اللي هي هاي على سبيل المثال حسب الرسم مالتنا. الان هذا هو المثال قبل شويه قلنا اذا كان هذا هو البوليمر مال اميلوز الفا 1 4 لينكج بتوين تو جلوكوز يونت، راح يجي التفرع مال تي، تفرع مال تي راح يجي ويا من؟ راح يجي يرتبط كانه ويا هذا السي اتش 2 او اتش اللي كانت هنا، سي اتش 2 او اتش حيكون واحد ويا الستة، بيكون الفا 1 6 لينكج بتوين جلوكوز يونت، لا 1 2 3 4 5 وهاي الستة، فواحد ويا الستة صار هو هذا شنو؟ البرانشنج مال تي. هذا هو مثال الامايلوبكتين، هذا هو الباك بون مال الاميلوز 1 2 3 4 5 6 الى عشرات او مئات نوصل. الان ما كل 25 الى 30 عندي تفرع، التفرع هو شنو؟ 1 6. الان هذا اللي يتفرع من 1 6 ما يكمل 1 6، هيكمل بقي شنو؟ 1 4 يكمل هنا، 1 4 1 4 1 4 وهكذا. نفس الشيء بنلاحظ هنا، وممكن يكمل 1 6 ايضا، بس عموما هو الغالبيه تكمل شنو؟ 1 4. فلو تلاحظون هنا ريديوسينج اند هي ياهو، هي هاي هنا هاي ريديوسينج اند، وهذن بالاصفر كلهن ايش تعتبر؟ نان ريديوسينج اند. الارتباطات مالتي الفا 1 4 اكو بيها الفا 1 6، ومن الفا 1 6 تكمل الفا 1 4، وبعدين ايضا تجي شنو؟ الفا 1 6 وهكذا، وينتهي الى ان ينتهي البرانشنج مالتي. طبعا هذا الرسم يرهم للامايلوبكتين
شكله ويرهم منه للجلايكوجين مع فارق بسيط بعد شويه نتكلم به. الان degradation of starch and amylopectin amylose alpha 1-4 linked glucose is degraded by enzymes called amylase. كلكم سامعين بالاميليز اللي هو وين موجود؟ In the mouth and intestine to yield maltose and glucose. طبعا ايضا نقدر نقول الاسيد الموجود وين؟ بالستومك also help break down linkage. مالتوز واحده مالتوز الان احنا ليش كسرناها بالاميليز، بس اذا طلع لي مالتوز اللي هو عباره عن داي جلوكوز is further degraded to two glucose by enzyme سميناه مالتيز in the intestine. All the glucose is then absorbed by the body. كل هالجلوكوز موجودة حيصير عندي شنو؟ تمتص من قبل الجسم على مود يوفر لي الطاقة مالتي. Additional enzymes الآن على مود أكسر الألفا واحد ستة بالجلايكوجين أو بالأمايلوبكتين هحتاج انزيمات أخرى اللي هي تسمى انزيمات دي برانشينج انزيم خاصة لتكسير الألفا واحد أربعة. يعني إذا جاكم سؤال قلت لكم إنه الأميليز يقدر يكسر العاصرة ما بين ألفا واحد ستة بالأميلوز، هتقولوا لي خطأ لأنه فقط مسؤول عن تكسير العاصرة الألفا واحد أربعة أميلوز أو كان مالوبكتين أو إن كان شنو أيضا عندنا كلايكوجين. العفو دكتور، ممكن تعيد هاي آخر شيء؟ آخر شيء إحنا إيش قلنا هنا؟ قلنا الألفا واحد ستة ما يكسر الإنزيم الأميليز، راح يكسر إنزيمات خاصة اللي هي نوعها يسموها ديبرانجيك إنزيم خاصة. فمن أجيب أنا سؤال وأقولكم إيش هذا غلطكم على سبيل المثال صح وخطأ أو إنه نسوي ماتشينج أو نسوي اختيارات أو غيرها من الأمور، أسألكم أقولكم ممكن إنه أنا أستعمل الأميليز لتكسير الآصرة ألفا واحد ستة الموجودة مثلا بالأمالوبكتين أو بالستارش أو على سبيل المثال الجلايكوجين، شو تقولوا لي؟ تقولوا لي ما نقدر. ليش؟ لأنه هذا فقط الأميليز خاص فقط بتكسير الألفا واحد أربعة. واضح؟ زين، نجي الآن للجلايكوجين. قبل شوي تكلمنا عن الستارش وقلنا هو وين موجود الستارش؟ بالنباتات. الآن هنتكلم الخزن مالتنا الموجود بالحيوانات أو حتى عند الإنسان وين نلقاه وشنو عبارة عن منه عن جلايكوجين. الآن عنده عدة وظائف منها all cell types glucose serves ATP for glycolysis. Skeletal muscles used to generate ATP during anabolic and anaerobic muscles contraction. Glycogenolysis degrading glycogen and glycolysis degrading glucose to active together. ثنيات تشتغل سوا بالليفر. طبعا هاي الكل راح نتكلم بيها ان شاء الله بالكورس الثاني، بس يعني ناخذ معلومات عليها. The first source of glucose for maintaining blood glucose, glycogen degradation tied to glucose synthesis, glycogenolysis and gluconeogenesis stored in liver and muscle as granules or particles up to 10% of liver mass and 1-2% of muscle. مثل ما تلاحظون هسه هنا هاي عندنا جلايكوجين بالليفر اللي لونه وردي مصبوغ باللون الوردي. الان هو كوش بيه كله مخزون بالليفر، معناه هذا ماخذ كميه من الجلوكوز عاليه ومتحول الجلوكوز الزائد خازنه وين؟ خازنه على شكل جلايكوجين بالليفر، استعملت الجسم او الخليه شوكت ما تريدها تستدعي وتكسرها وتحصل على الطاقه مالتها. الان برانشنج جلوكوز بوليساكرايد تشين اوف جلوكوز يونتس سيميلر تو ستراكشر اوف امايلوبكتين. نقطه مهمه. الان باك بون لينكد الفا 1 4 لايك الاميلوز هاف الفا 1 6 برانشد، بس هناش بي every 8 to 10 residue. قبل شويه قلنا بالامايلوبكتين بين منه بين 25 الى 30. الان جداني يجي كلش قد يجيني برانش كل 8 الى 10 من الجلوكوز يجيني برانش، بمعنى
منو اكثر برانش؟ الامايلوبكتين لول جلايكوجين راح يكون الجلايكوجين هو الاكثر برانشينج من منو؟ من الامايلوبكتين. طبعا نفس الموضوع has one reducing end and many non-reducing end حاله حاله من الامايلوبكتين. لو لاحظ هذا الستارش رسم تخطيطي الان الشيء يقول البرانشينج مالتي شو كتير يجي هنا؟ يجيني بين كل 25 الى 30 يونت، بينما هنا البرانشينج بين 8 الى 10 يونت، فلي عليه حيكون هنا يكون اكثر كثافه من الجلايكوجين، اكثر كثافه منه من الستارش اللي هو عباره عن امايلوبكتين. الان significance of branching. Branched structure allow several sites of stimulation, synthesis and degradation. Branching speed up degradation enzyme. يعني كل ما يزال عندي البرانشينج ممكن الانزيمز المخصوصة على البرانشينج اوكي هي شو تسوي لي؟ هي حتسرع لي من عملية تكسر مالتي، يعني صار عندي الاميليز يشتغل من جهه والان برانشنج يشتغل من جهه، صار عندي تو انزيمز وهالاثنين انزيمز حتزيد من السرعه مالتي وبالتالي حصل على الجلوكوز بسرعه من الجلايكوجين اللي نريده. انزيم جلايكوجين فوسفوريليز ليفز 1 جلوكوز از ا تايم فروم ا نون ريدوسينج اند اوف جلايكوجين. انتبهوا الجلايكوجين فوسفوريليز كل مره يقطع جلوكوز واحد من نون ريدوسينج اند نون ريدوسينج اند اوف جلايكوجين. ايتش اند كان بي اتاكت سيبريتلي باي ذا انزيم ات ذا سيم تايم. الان اذا انا عندي هوايه برانش وعندي هواية انزيمز، فمن يجي يشتغل كل واحدة حتروح على النهاية من النهايات وكل واحدة حتكسر لي جلوكوز من آخر واحدة نان ريديوسينج اند، بالتالي رح أحصل على كمية من الجلوكوز سريعة بالتكسير مالتي أسرع من لو كان فقط ألفا واحد أربعة ويكسر بيها إلى أن أوصل آخر شيء للجلوكوز. دي برانشينج انزيم also play a part of a complete degradation. May glycogen is an efficient way to store glucose. Structure makes it a compact and coiled. Each glucose is readily acceptable. اليوم نرجع نقول اني الفائده الاخرى من الجلايكوجين بالخزن مالتي احنا قلنا انه coiled، فممكن انه شو يسوي؟ ممكن انه هذا الكويل يصير كومباكت وحده ويا الاخ. الان احنا خلينا نفكر عندنا سبرينج وعندنا واير عادي او سيم عادي. السيم العادي يراد لمسافه طويله كلش. الان اذا داخل السيم العادي بس جلوكوز وحده بصف اللوخ هحتاج الى مسافه ومكان وايد كبير على مود اضمها، بينما من افرع على شكل كويل سبرينج اسويه شو يصير عندي؟ ممكن انه يصغر هذا المسافه مالتي، فالخزن مالتي بالجلايكوجين راح يكون افضل من انه يكون وين؟ يكون بال على شكل سلسلة واحدة مثل ال نقول مثل الأميلوز على سبيل المثال. الآن جلايكوجين بارتيكلز إن ليفر، لو لاحظ هنا أنا هذا على اليسار ناشيات هو متروس. الآن بعد 24 ساعة من الصيام تم نفس الصورة كأنه تم استهلاك منه، تم استهلاك كل الجلايكوجين كله تحول وين؟ إلى طاقة. هاي في حالة المجاعات، في حالة الصيام الطويل كل الجلايكوجين يتحول وين؟ إلى جلوكوز، ويبقى الجسم تبقى الخلايا تستمر تأخذ الطاقة مالتها. الآن عندنا functions of oligosaccharides on protein. عندنا قلنا قبل محاضرتين يمكن تكلمنا قلنا إنه في بعض الأحيان عندنا جلايكوبروتين ممكن إنه شنو إنه يرتبط جزء السكري بالبروتينات. الآن influence structure, folding and stability of protein. الآن شو الفائدة الآن من ارتباط جزء السكري بالبروتين؟ folding and stability of protein من يكون ينطي أكثر stability هو الجزء السكري مالتي. طبعا الجزء السكري اللي نتخيل هو جزء كبير، هو عبارة عن oligosaccharide ما بين 3 إلى 10. may determine the lifetime of protein. يعني ممكن الآن عمر البروتين
هذا الجزء السكري وجوده وعدم وجوده حينطي انه هذا البروتين انتهى عمره لو ما انتهى عمره. من يحدده وجود الجزء السكري او عدم وجود الجزء السكري. سيرف ا ماركر تو ايدنتيفاي السيل. ممكن انه الان هذا الجزء البروتين، هذا الجزء السكري اذا ارتبط بالخليه او ارتبط بالسيل راح ينطيني شنو؟ راح ينطيني فد اشاره لانه هاي الخليه هي من نوع الكذا، هاي الخليه هي وظيفتها كذا. فيصير ريكوجنيزيشن من بقيه الاشياء، بقيه الامور مثلا على سبيل المثال هرمونز او غيرها تجي تدخل تجي او جلوكوز، شوف شنو الاحتياجات مال الخليه. فمين تعرفها؟ من الجزء السكري هذا. When glycosylated protein are at the cell surface، على سبيل المثال اذا صار عندي عمليه glycosylation على سطح البروتين can modulate cell cell interaction، ممكن انه يصير عمليه تفاعل ما بين cell cell وحده الاخرى. changes in carbohydrate content may influence contact inhibition of cells، فما راح يصير عمليه انتقال او تلاصق وحده ويا الثانيه ونقل المعلومات ونقل الاشياء من خليه وخليه ثانيه. can modulate cell molecules interaction، ممكن الهرمونز ويا السيل ريسبتورز مالتي اكو خاصه تجي عليها الهرمونات. الان سام سوي ريكوجنايزيشن تعرف لازم اكو شنو ريكوجنايز، تعرف لازم اكو هذا الجزء السكري عم يصير عندي عمليه ارتباط الهرمون بالريسبتور، فاذا هو موديوليت سيل مولكيول انتراكشن. كان سيرف از انتيجينيك ديترمينيشن بعمليه هو انتي بودي ريكوجنايز ذا بروتين اون ذا بروتين اون ذا بروتين، يعني شلون الان يقدر يعرف هذا الجهاز المناعي يعرف انه هاي البروتين هل هو مصاب، هل هو الان جسم غريب او غير جسم غريب، ممكن انه يهاجمه او ما يهاجمه. يعني الشيء اللي رساله اللي يعرفها عن طريق وجود الجزء السكري هذا، الجزء السكري هذا حيخليه يتعرف عليه وبالتالي يهاجمه او يبقي حسب حاجه الجسم. For example, the difference between blood types is due to glycosylation of red blood cell protein. هذا واحدة من الأمثلة اللي إحنا دائما نقولها وأنتم تستعملوها أيضا. ال blood types اللي هي عبارة عن أصناف الدم اللي هي ال A وال B وال O وال AB، هي عبارة عن بروتينات أو دهون، بروتين أو lipids، ومرتبط بيه شنو؟ مرتبط بيه جزء سكري. الان جزء السكري بين هاي الاجزاء السكريه مالتي، الدائره الصفراء هي جلوكوز، الدائره المربع بنفسه جي ان اسيتايل جلوكوز امين، المربع الاصفر ان اسيتايل جالكتوز امين، عفوا الدائره الصفراء جالكتوز قلنا، والمثلث هو الفاكوز، كل هذني سكريات قلنا. الان هذا السيكونس الموجود موجود يميز لي تايب عن تايب، هذا السيكونس الموجود راح يميز لي تايب عن تايب. presence or absence of the terminal carbohydrate is genetically determined and determines the blood type. blood plasma contain antibodies against foreign blood group antigen that aggregate the foreign blood cell. type A blood has antibodies that recognize B sugars. Type B blood contain antibodies against A sugars. Type O blood has antibodies against both A and B sugars. Universal donor. And type AB blood contains neither antibody and universal acceptor. الآن كل واحدة إلها شنو؟ إلها مضادات إلى النوع الثاني. الآن incompatible blood types cause precipitation of RBC أو precipitation of RBCs block blood flow in organs and can cause death. إذا صار عندي ترسبت ال RBC راح يسد مجرى الدم وبالتالي يؤدي إلى الوفاة. also influenced by the presence or absence of RH factor blood protein. وهذا الكلام اذا تدخلوا بالتفصيل ان شاء الله في بقيه المحاضرات اللي خاصه بالموضوع. انا هنا اكون خلصت موضوع السكريات، ان شاء الله اكون استفاديتوا. اذا عندكم سؤال او شيء نقدر هسه الان نسال، نفتح الاسئله.
وإذا ما عندكم شيء شوف شلون نحاول إن